اهلا بحضراتكم من جديد. موضوع محمد صلاح امبارح ده لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا، زي ما هو واخد حقه على مستوى العالم، وان هو كان ترند واضح جدا امبارح دعم محمد صلاح لنجم النادي الاهلي مؤمن زكريا. وفي الحقيقه الواحد ما كانش يتخيل في يوم من الايام ان احنا يكون عندنا لعيب بقيمه وحجم تاثير محمد صلاح، لمجرد ان هو احتفل بس على طريقه لاعب من اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، الدنيا اتقلبت، كله تناول الجزئيه دي. ولا حتى كنت اتخيل ان يكون عندنا لاعب بعقليه محمد صلاح اللي قادته لابعد المستويات على مستوى العالم. في الحقيقه ده بالاضافه لقدراته المميزه جدا يعني. ففي كل الاحوال لفته اكثر من رائعه لمحمد صلاح امبارح ودعمه المؤمن زكريا بعد الهدف الرابع لفريقه والثالث ليه، ومبارك له اكيد على الهاتريك اللي احرزه امبارح في بدايه الدوري الانجليزي، وانطلاقه مميزه جدا بالنسبه له هو تحديدا، والمنافسه على لقب الهداف كمان بخلاف المنافسه على لقب البريمير ليج. لكن الاهم هو تناول كل المواقع العالميه والصحف العالميه والحسابات على السوشيال ميديا في مختلف انحاء العالم لهذه اللقطه تحديدا. وانا عايز اتناول مع حضراتكم ونعرض لحضراتكم، لان الموضوع ده لازم نركز عليه بشكل كبير جدا. هنعرض لحضراتكم الامور كانت ماشيه ازاي، وازاي كل الحسابات على مستوى العالم على السوشيال ميديا تقريبا الرياضيه اتكلمت على الجانب ده تحديدا. انا عايز ابتدي زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده حساب ليفربول على تويتر، واللي نوه واشار لسبب احتفال محمد صلاح بهذه الطريقه بعد هدفه الرابع من ركله، او هدفه الثالث والرابع لفريقه من ركله جزاء. وقال صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بازمه صحيه في الاونه الاخيره ويحتفل على طريقته، نتمنى السلامه المؤمن ستعود اقوى باذن الله. النادي الاهلي رد وقال على الصوره، او نزل صوره صلاح ومؤمن زكريا وقال الوجه المشرق للرياضه. هي دي الرياضه يا جماعه، هو ده اللي مطلوب من الرياضه. ودايما محمد صلاح بنلاقيه متواجد في الاحداث والمواقف الانسانيه اللي زي دي، شفناه قبل كده في موضوع لما لبس تيشيرت 74 رقم 74 مع فيورنتينا لما راح اعاره من تشيلسي، شفناه بعد احداث الدفاع الجوي وكان لابس شاره سوداء بعدد شهداء جمهور نادي الزمالك، وايضا شفنا اللقطه الجميله دي اللي حضراتكم شايفينها ودعمه لمؤمن زكريا. خلينا نروح لحساب فيفا بالعربي على تويتر، واللي قال اول لاعب من ليفربول على الاطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي من البريمير ليج لاربع مواسم متتاليه، اللاعب التاسع فقط الذي يسجل ثلاثيه في اليوم الافتتاحي من موسم البريمير ليج. الاحتفاليه ده في اشاره بقى للشكل اللي شافه الناس شافته كلها من خلال احتفاليه محمد صلاح، احتفاليه تشجيعا منه لنجم الاهلي مؤمن زكريا. كاف على تويتر كمان قال هاتريك ولفته انسانيه كمان، محمد صلاح يدعم زميله في المنتخب المصري ولاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بازمه صحيه بالاحتفال على طريقته الخاصه، لا يسعنا الانتظار لنرى احتفال مؤمن من مؤمن باذن الله تعالى. احمد كمان رئيس الكاف على تويتر قال ان كره القدم يجب ان تعكس دائما تضامن وتعاطف الجميع، ومحمد صلاح مثال لذلك. كمان حساب في الجول على تويتر ارتداء القميص رقم 74 للتذكير بضحايا حادثه استاد بورسعيد، ارتداء شاره سوداء تحمل شعار الزمالك وقت حادث الدفاع الجوي، دعم زميله مؤمن زكريا، مواقف لا تنسى لمحمد صلاح، وطبعا مواقف يجب ان تقدر بشكل كبير جدا. بليتشر فوتبول على تويتر شرحوا سبب احتفال صلاح على طريقته او على طريقه مؤمن زكريا، كان احتفال محمد صلاح بالهدف الثالث اليوم تكريما لزميله السابق في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي اضطر للاعتزال. يعني لحد دلوقتي ان شاء الله نتمنى له انه يرجع سليم ويقدر يشارك في المباريات مع النادي الاهلي باذن الله، ومستنيين وحتى لو الوقت طال يعني بالنسبه لمؤمن زكريا بعد تشخيص اصابته بمرض التصلب الجانبي الدموري. الف سلامه على مؤمن زكريا، ودعواتنا دايما مستمره لنجمنا المصري مؤمن زكريا. صفحه 433 على فيسبوك قالت ان محمد صلاح اهدى هدف الفوز الليله لصديقه وزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي يعاني من مرض عصبي. مؤمن زكريا كمان رد على تويتر قال الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، يا رب لك الحمد على نعمه حب الناس لي، ربنا ما يحرمني منكم
وان شاء الله باذن الله ترجع لنا بالف سلامه يا مؤمن. لقطه كان لازم نقف عندها زي ما العالم كله وقف عند طريقه احتفال محمد صلاح بعد الهدف الرابع لليفربول بالامس. ونجم احنا دايما بنفتخر بيه محمد صلاح، ودايما قدوه لكل شباب المصريين في الحقيقه والعرب، هو فعلا فخر العرب ويستحق هذا اللقب بكل تاكيد لمواقفه ولامكانياته وقدراته وانجازاته وارقامه يعني في الحقيقه. فلقطه كانت مهمه ده في